تعودنا بالاسابيع الماضيه رنا من محلات كوتون عم تكون ضيفتي بالاستديو لكل اسبوع تقدم لنا شيء جديد. رنا هاي. اهلا سوزان، كيف حالك؟ منيحه. خبرينا شو محضرتي لنا اليوم؟ الكولكشن اليوم كله مرتبط بالتين ايجرز. نحن بكوتن بنسميه الروك لوك او التشانك لوك. اوكي، فيلا نشوفه مع بعض. يلا يلا. اول قطعه عنا فستان مع ليجينز. هاي الكولكشن للتين ايجرز، معروفه بالاشياء البرنتد والفلاورز والسترايبس. هلا عنا التنوره الجينز مع بلوزه كم وهي الشوز. شوز كثير حلو، كثير حلو مزبوط. هون كنزه كثير عاديه، عندها هيدا الديتيل من فوق مع دونتين، خليتها هيك شوي اكثر على فيمنين، مش انه يونغ سبيريت وبس. صح مزبوط. هلا عندنا هاي القطعه الكثير مميزه من كوتون، فستان الابيض مع الحزام الاحمر. طبعا هذا الفستان بكل بساطه بتقدري تغيري جميع الوان الحزام عليه. شويه اكسسوارز بصير كثير فورمال، بتقدري تلبسيه للشغل از لكن مزبوط. انتم هلا الثيم تينز، بس انه انا برايي هيدا ما دام حتى عمرها 30 35 سنه فيها تلبس هيك فستان. صح مزبوط. هاي القطعه كمان كثير حلوه، فستان زي ما قلنا البرنتد انيمالز هون عندنا مع الشوز اذا بننتبه لها برضه. فيكي هون عندنا مثلا لون غامق بيعتبر للتينيجر، بس الانيمال برنتس اللي فيه خليته هيك اكثر ناعم على يونغ سبيريت. يس. هلا عندنا بلوزه برضه برنتد مع تنوره، بتجمع كل الاشياء لهي السنه، من سترايبس من فلاورز من يعني كلرفول. لوك كثير حلو صراحه. والشابو انا كثير حبيتها يعني. yes. مع الستراس ضافت هيك حركه كثير حلوه للاوتفيت. صح، برضه الطاقيه من كوتن. فهلا الست عم تدخل على كوتن عم تشتري القطعه مع طاقيه مع اكسسوارز مع شوز مع باجز، وبتطلع مخلصه الشوبينج بنفس المكان. من هيك يعني. هاي القطعه فستان مكسي طويل، برضه بنرجع للسترايبس. طبعا هذا الفستان بتقدر تلبسيه على الجامعه، بتقدر تلبسيه فور بارتي، بتقدر تلبسيه از فورمال على الخصر يعني، ربط على الخصر كمان هيك بتغير شوي من صح. من فستان معطيته لوك حلو مثل تي شيرت دريس بس طويل. يس، مع الشنطه طبعا برضه من كوتن. هلا بنرجع طبعا للترند الانيمال برينتد، الروك ستايل، السترايبس بنفس الوقت مع البوتس القصير زي ما نحن شايفين. كثير حلو، وانا كثير يعني بحب الانيمال برينتس، خاصه اكثر شيء وقت عملوها كنزو يعني صارت ترند كثير دارجه. يا فيري نايس، وكثير مريحه فلكسبل للايام العاديه. هلا عندنا القميص الجينز مع الليجينجز برضه الغامق للشتاء والخريف. واو شوز. صح. روعه صراحه. برضه شوز روك ستايل مع الاكسسوري. عندك الجرافيك برينتس على البانتس كمان ترند كثير مهم. هم اذا بتلاحظي يعني اوتفيت جمع كذا ترند مع بعضهم. صح مزبوط، نفس الشيء زي ما شايفين عندنا هون زي ما حكينا من قبل. كمان هون دبل دينم يعني عندك. yes. جينز من فوق جينز من تحت. yes. كثير عالم بيستغربوا هيدي الترند، بس انا برايي اذا الوحده عرفت كيف تلبسها مزبوط هي ترند كثير حلوه. صح. برضه هلا عندنا الجينز مع التي شيرت اللي شوي بتكون واسعه مش على قد الجسم، وبراون شوز. كل الاكسسوارز طبعا. صح برضه كل الاكسسوارز من كوتن كمان ميتاليك اكسسوارز. انا الشوز عجبني كثير. كولكشن المراهقين كولكشن متنوعة ورائعة جدا، وأنا برأيي ما ضروري الواحد يكون مراهق حتى يقدر يلبس أنيمال برينتس أو سترايبس. صح مزبوط. كيف عجبتك الكولكشن؟ لا رائعة جدا. عندليك ثانك يو، يعني أنت دائما تعودنا عليك إنه بتحضري لنا كل جمعة شيء أحلى من الثاني يعني. ثانك يو.